مرحبا، كيفكم؟ محمد صوالح معكم من جديد. من أسوأ الأشياء اللي ممكن تعلمها للكلب كيف يصلع السنارة. ليش أسوأ إشي وكيف تعلمه يصلع السنارة؟ تابعوا الفيديو لحتى نعرف كيف وليش. أول شيء راح نبدأ فيه كيف نعلم الكلب يصلي على السنارة. قصبة، خيط، جناح، نربطهم ببعض ونصير نخلي الكلب يطارد أو يلحق الجناح لغاية ما يقتنع تماما إنه هو ما بيقدر يمسكه لحتى نشغل الغريزة اللي جواته وهو إنه يصلي. كلنا كصيادين بنحب نشوف كلابنا بتصلي، فإحنا دائما بس نجيب جرو بنكون مستعجلين إن نشوفه بيصلي، فبنقوم نستخدم السنارة والجناح لحتى نشوفه بيصلي. مش غلط نستخدم هاي الطريقة مرة واحدة لحتى نصور الكلب صورة أو صورتين ونشبع الرغبة اللي جواتنا بإن نشوف ونقتنع إنه كلبنا بيصلي وعنده حركات حلوة. قبل ما نحكي ليش هاي من أسوأ الأشياء اللي ممكن نعلمها للكلب أو نستخدمها لتعليم الكلب إنه يصلي، راح أسأل أنا سؤال: ليش إحنا بنستخدم كلاب الصيد أو البوينترز؟ إحنا بنستخدم كلاب الصيد أو البوينترز لحتى نصيد عليهم فر، أو 90% منا بيستخدموه لحتى يصيدوا فر، والفر بيحتاج لكلب منخاره ممتاز مش نظره اللي ممتاز. إحنا بطريقة السنارة بنحسن أو بنعزز من حاسة النظر عند الكلب، ما بنعزز أو بنحسن من حاسة الشم عند الكلاب. هاي مشكلة السنارة مع الكلاب. فإحنا عشان نحسن من غريزة أو من حاسة الشم عند الكلاب، أنا ما بنصح أبدا باستخدام السنارة لأنها ما بتحسن نهائيا بمستوى منخار الكلب، على العكس تماما هي بتعزز عنده أنه هو يستخدم نظره أكثر من أنه يستخدم منخاره. والدليل على انه الكلب بهاي الطريقة ما بيستخدم منخاره بيستخدم نظره، انه لو بدلنا الجناح اللي مربوط على طرف السنارة الكلب راح يصلي بنفس الطريقة حتى لو حطينا شريطة او خشبة او اسفنجة. اشوف اسئلة كثير زي انه مثلا كلبي صار عمره 6 شهور وما بيصلي، كلبك كيف بده يصلي اذا ما نزل على الصيد، اذا ما فز من قدامه فر، اذا ما طار من قدامه طيور؟ انت اذا ما في موسم شغال اشتري لك ديكين حجل، اشتري لك 10 12 فرية، ازرعهم بالارض، خلي الكلب يدور عليهم مرة مرتين ثلاث، كلبك بصير يصلي كأنه بالصيد. وهاي الطريقة كثير بتحسن وبتعزز من خبرة الكلب. بنصح جميع الشباب الصيادين اللي بحبوا يربوا كلاب او يقتنوا كلاب صيد انه ما يستخدموا هاي الطريقة في تعليم كلبهم الصلي، على العكس تماما يبعدوا عنها ويستخدموا طيور حية يحط فلتوها في الأرض، يخلوا كلابهم الطارد وراها، يعملوا خلينا نحكي محاكاة لرحلة صيد. ما إحنا بنعمل محاكاة لرحلة صيد أو بنزرع طيور بالأرض ونخلي الكلب يصلي عليها ويطيرها ونطخ، مش ضروري نطخ الطير، ممكن نطخ بالهواء. هذا الإشي بيزيد من خبرة الكلب، ولما ببلش موسم الصيد الفعلي بيريحني ما بيغلبني، على العكس تماما. وبنصح كل الشباب اللي بدهم يشتروا كلاب او يقتنوا كلاب انه ما تشتري كلب الا لما تعرف اصوله. شو يعني تعرف اصوله؟ يعني معاه بيديجري. كثير بسمع الشباب يقول لا البيديجري مش مهم. لا يا سيدي، البيديجري مهم اذا انت مشتري من شخص مش موثوق. ليش مهم؟ لانه بكره انت بتصير تهاوش وكلبي بصليش وكلبي بيعرفش وكلبي مش عارف شو وكلبي بشد على الطير وكلبي بيبعد وكلبي بيقرب وكلبي مش راضي يتحرك. هاي كلها مشاكل بتطلع من الكلاب المبندقه. انا بنصح الكل انه لما بده يشتري كلب يسال عن الام وعن الابو، ويسال عن وبعد ما يسال عن الام والابو يسال عن اهل الام والابو لحتى يتاكد انه كلبه اصيل. في عدد لا باس فيه من الكلاب الموجوده الاصليه في البلد، عند كثير شباب محترمين شرواكو. طبعا راح يجي او راح اسمع كثير تعليقات انه البندوق احسن. لا يا سيدي، البندوق مش احسن. ليش؟ لانه انا لما بخلط انجلش بوينتر على جيرمان بوينتر انا خلطت فصيلتين
عندهم طباع وشخصيات مختلفة، فلما يطلعوا لجراو أنا كيف بدي أبلش أدرب أو كيف بدي أبلش أتعامل مع الكلب، على أي أساس؟ على إنه جيرمان بوينتر ولا إنجليش بوينتر ولا الاثنين مع بعض؟ فهاي أبسط مشكلة أنت ممكن تواجهها في هاي الخلطة. فليش الكلب الأصلي أحسن؟ لأنه أنا لما بجيب إنجليش بوينتر أنا عارف شو صفاته، عارف شو طباعه، عارف شو سيئاته، عارف شو حسناته. ولما بجيب جيرمان بوينتر كمان عارف شو حسناته، شو سيئاته، شو طباعه، شو سلوكياته. فلما ببلش أدرب فبكون عارف شو أتجنب بالتعامل مع هذا الكلب وشو لازم أعمل بالتعامل مع هذا الكلب. عشان هيك يا شباب ابعدوا عن البندقة، ويا شباب اللي بدكم تشتروا كلاب أنا بنصح الكل يشتري كلاب أصلية، ما تشتروا كلاب مبندقة. بدفع بزيادة ولا بروح بشتري كلب برخيص وبيغلبني وبجنني وبرد أبيعه وبرد أشتري جرو جديد وبرد أغلبني وهكذا. لا يا عمي، العشرين جرو اللي بدك تشتريهم بشتري حقهم جرو واحد أصلي وبريحني طول العمر. شكرا، وبتمنى إنه الفيديو يكون فاتكم.